السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. بابنا في الله، نكمل بإذن الله عز وجل في دورة الإمام شعبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الاختلافات في المصحف، ووصلنا إلى سورة المؤمنون. نبدأ على بركة الله. أول اختلاف معنا في سورة المؤمنون هو في قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. يقرأ الإمام شعبة: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظما، فخلقنا المضغة عظما، فكسونا العظم لحما. يبدل عظاما بكلمة عظما. يقرأ الإمام حفص: عظاما وفكسونا العظام. ويقرأ الإمام شعبة: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. الكتاب الذي بعده وهو في قوله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم. نسقيكم عند الإمام حفص، ونسقيكم عند الإمام شعبة. في قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومنهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هنا أحباب الإمام حفص يقرأ: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ويقرأ الإمام شعبة: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. تمام يا احباب؟ من كل زوجين اثنين عند الامام شعبه. في قوله تعالى: وقل رب انزلني منزلا مباركا. يقرا الامام شعبه: وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. في قوله تعالى: ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يقرأ شعبة بضم الميم: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. الاختلاف الذي بعده وهو في قوله سبحانه وتعالى: قالوا أإذا متنا. فيقرأ الإمام شعبة: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. في قوله تعالى: سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مرت معنا: قل أفلا تذكرون. تمام، يشدد الذال. الاختلاف الذي بعده هو في قوله: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الإمام حفص يعني يعتبر عالمي بدل عن كلمة الله، والإمام شعبة يعتبرها مبتدأ، فيقرأ: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب، الاختلاف الذي بعده في قوله: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقرأ الإمام شعبة: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم عند الإمام حفص، فاتخذتموهم عند الإمام شعبة. نبدأ في سورة النور.
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون عند الإمام حفص، لعلكم تذكرون عند الإمام شعبة، في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هذا عند الإمام حفص، يقرأ من شعبة فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقرأ الإمام حفص والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويقرأ الإمام شعبة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الاختلاف الذي بعده هو في قوله وأن الله رؤوف رحيم، يقرأ من شعبة وأن الله رؤوف رحيم. في قولنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الإمام شعبة يسكن الطاء مع القلقلة فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، من يقرأ هذه أحباب؟ أستاذ محمد عرفان تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ولا تستأنسوا حتى يا شيخنا. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تمام، بارك الله فيك شيخنا. اختلف الذي بعده في قوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه، يقرأ شعبه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، في قوله تعالى سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، يقرأ الإمام حفص أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، ويقرأ الإمام شعبة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، غير عند الإمام حفص وغير عند الإمام شعبة. في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يقرأ شعبة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مبينات عند الإمام شعبة ومبينات عند الإمام حفص، من يقرأ كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها؟ أستاذ عارف رحمة، السلام عليكم، سلام يا شيخنا. اقرأ شيخنا الزجاجة كأنها كوكب. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة. أيوة بالضبط، الإمام حفص يقرأ كأنها كوكب دري يوقد، دري يوقد، والإمام شعبة يقرأ كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. كم يمد الدري؟ 4 حركات. تمام، في بيوت أذن الله أن ترفع، يقرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح عند الإمام حفص ويسبح عند الإمام شعبة. في قوله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، يقرأ من شعبة لقد أنزلنا آيات مبينات، مبينات عند الإمام شعبة، مبينات عند الإمام حفص. قلنا أحباب في هذه الكلمات ويتقه كيف يقرأها؟ يقرأ بالإسكان، تمام، يكسر القاف ويسكن الهاء فيقرأ
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تمام. ويتقه، كيف يقرأ الحفص؟ يقرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ليس عنده فاء، لماذا؟ لأن القاف ساكنة. تمام يا أحباب. في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يقرأ الإمام حفص وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا، ويقرأ شعبة وليبدلنهم. مرة أخرى سأقرأ كما قرأ الإمام شعبة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كما استخلف عند الإمام حفص، كما استخلف عند الإمام شعبة، وليبدلنهم عند الإمام حفص، وليبدلنهم عند الإمام شعبة. في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، في قوله تعالى ثلاث عورات لكم، يقرأ الإمام شعبة ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات عند الإمام حفص، ثلاث عورات عند الإمام شعبة. هذه أحباب الكلمات طبعا تكررت معنا، بيوتكم نقرأها بيوتكم، بيوتي نقرأها بيوتي، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم. هنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم. إلى هنا واضح يا أحباب؟ واضح يا شيخنا. في سورة الفرقان قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بالإضغام عند حفص، يقرأ الإمام شعبة ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا. في الاختلاف الذي بعده هو يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقرأ لهم شعبة ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. في قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا، يقرأ لهم شعبة فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. في قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقرأ الإمام شعبة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، بإدغام الذال في التاء. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وكثيرا، يقرأ الإمام شعبة بالتنوين وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. في قوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يقرأ شعبة وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الاختلاف الذي بعده وهو في قوله سبحانه وتعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فيقرأ يوم الشعبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تمام يا أحباب. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يقرأ يوم الشعبة
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ذريتنا على الإفراد في قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما يقرأ الإمام شعبة ويلقون فيها تحية وسلاما. في سورة الشعراء أول آية طاسين ميم يقرأ من شعبة طيسين ميم طي طي بإمالة فتحة الطاء. قال لئن اتخذت إلها غيري يقرأ قال لئن اتخذت بالإدغام. هنا يا أحباب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون يقرأ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم يقرأ من شعبة قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم يقرأ بزيادة همزة الاستفهام. فأخرجناهم من جنات وعيون بضم العين عند حفص وعيون بكسر العين عند شعبة فيقرأ فأخرجناهم من جنات وعيون. قال كلا إن معي ربي سيهدين يقرأ شعبة قال كلا إن معي ربي سيهدين يقرأ بالإسكان. شعبة يقرأ بالإسكان. أيضا كلمة أجري يقرأ شعبة بالإسكان مع مراعاة المد المنفصل فيقرأ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. معي وأجري أيضا بالإسكان فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. من يقرأ وما أسألكم؟ أستاذ أحمد عنوتي. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تمام بالإسكان مع المد المنفصل. وجنات وعيون يقرأ وجنات وعيون بكسر العين. هنا يا أحباب أجري وعيون بيوتا كلها مرت معنا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين في جنات وعيون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بيوتا. تمام أجري مرت معنا إن أجري إلا على رب العالمين. أجري أيضا مرت معنا وهي مكررة في السورة نقرأها كما قرأناها قبل قليل. وزنوا بالقسطاس المستقيم يقرأ وزنوا بالقسطاس المستقيم وكلمة القسطاس أيضا مرت معنا. طيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين يقرأ يوم شعبة بإسكان السين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فيقرأ يوم شعبة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل ويقرأ الروح والأمين. الاختلاف الذي بعده في سورة النمل أول آية يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طيسين طي طي طيسين. كلمة رأى تكلمنا عنها قلنا يا أحباب إذا جاء بعدها ضمير أو حرف متحرك فإننا نميل فتحة الراء والهمزة والألف فنقرأ وألقي عصاك
فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. رئيها تمام، يمير فتحة الراء والهمزة والألف. الاختلاف الذي بعده في قوله ألا يسجدوا لله، يقرأ شعبة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، يقرأ بإبدال التاء ياء. هنا يا أحباب فلما جاء سليمان، من يقرأ يا أحباب؟ أستاذ عارف تفضل. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير. تمام، فما آتاني الله خير، يقرأ إمام شعبة فما آتاني الله خير، ويقرأ إمام حفص فما آتاني الله خير، ويقرأ إمام حفص عند الوقف فما آتان أو فما آتاني، لكن يوم شعبة يحذف الياء وصلنا وقفنا ويقول فما آتان عند الوقف، ويقرأ فما آتاني الله خير مما آتاكم عند الوصل. طيب، رآه مستقرا، من يقرأها؟ أستاذ محمد عبد الرحمن تفضل. فلما رآه مستقرا عنده. مرة أخرى شيخنا. فلما رآه مستقرا عنده. تمام، رآه لماذا؟ نعم. لأن بعدها ضمير. تمام، بارك. نعم. الله فيك. طيب، ما شهدنا مهلك أهله، يقرأ اليوم شعبة ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فتلك بيوتهم، يقرأ شعبة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين عند حفص، وقدرناها من الغابرين عند شعبة. تذكرون حفص، تذكرون شعبة، وكل أتوه داخرين. يقرأ الإمام شعبة وكل آتوه داخرين، آتوه داخرين، أي كل سيأتيه داخرين. طيب، عما تعملون عند الإمام حفص، ويقرأ رب ويقرأ الإمام شعبة وما ربك بغافل عما يعملون. في صوت القصص، يقرأ الإمام حفص طاسيم ميم، يقرأ شعبة طاسيم ميم. الاختلاف الذي بعده في قوله فلما رآها تهتز، من يقرأ؟ أستاذ إيهاب، السلام عليكم. وأن ألقي عصاك فلما رئيها تهتز. رئيها تهتز. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله كل خير. طيب، هنا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، ويقرأ الإمام شعبة من الرهب، من الرو بضم الراء. معي مرت معنا فأرسله معي ردءا، معي ردءا، تمام، بإسكان الياء. الاختلاف الذي بعده وهو في قوله سبحانه وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه في قصة قارون، فيقرأ الإمام شعبة لولا أمن الله، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا، لخسف بنا في قراءة أو في رواية الإمام حفص، ويقرأ شعبة لا خسف بنا بضم الخاء وكسر السين. الاختلاف الذي بعده يا أحباب وهو في قوله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يقرأ من شعبة أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده.
تمام؟ ألم أولم يروا عند الإمام حفص، أولم تروا عند الإمام شعبة. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيقرأ الإمام شعبة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة بينكم عند الإمام حفص، مودة بينكم عند الإمام شعبة. في قوله ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، يزيد همزة استفهام فيقرأ أئنكم لتأتون الفاحشة. طيب في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، يقرأ لهم شعبة إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. منجوك عند الإمام حفص، منجوك عند الإمام شعبة. في قوله وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يقرأ الإمام شعبة وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يقرأ الإمام حفص وعادا وثمود وقد تبين لكم، ويقرأ الإمام شعبة وعادا وثمود وقد تبين بالتنوين مع الإدغام. الكلام الذي بعده في قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يقرأوا وإن أوهن البيوت، وقد مرت معنا هذه الكلمة. في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، تمام، يقرأ الإمام شعبة وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه بالإفراد. الاختلاف الذي بعده في قوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون عند حفص، ثم إلينا يرجعون عند الإمام شعبة. في سورة الروم أول اختلاف معنا في قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون عند حفص، ثم إليه يرجعون عند الإمام شعبة. من يقرأ هذا يا أحباب؟ يخرج الحي من الميت. يا أحباب من يقرأ هذا يرفع يده؟ أستاذ محمد عرفان تفضل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تمام. إذن من الميت ويخرج الميت عند حفص، وعند الإمام شعبة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، عند الإمام شعبة إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام. الاختلاف الذي بعده هو في قوله سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، يقرأ الإمام شعبة فانظر إلى آثار رحمة الله أثري، تمام. الاختلاف الذي بعده في قوله الله الذي خلقكم، من يقرأ هذه يا أحباب؟ أو من يعرف كيف تقرأ هذه عند حفص؟ من ضعف، أنت تحكي على من ضعف. تنكر من ضعف وتنكر من ضعف. أيوان يقرأ بفتح الضاد وضمها عند الإمام حفص طريق الشاطبية، لكن عند الإمام شعبة يقرأ بفتح الضاد فقط كما هي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فنحب واحدا بفتح الضاد. سورة لقمان في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا
ويتخذها هزوا عند الإمام حفص ويتخذها هزوا عند الإمام شعبة. تمام يا أحمد؟ طيب هنا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يقرأ شعبة يا بني يا بني بكسر الياء. أيضا هنا يا بني إنها إن تك وهنا يا بني أقم الصلاة في قوله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يقرأ الإمام شعبة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة بإسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة طبعا منونة وعندنا إخفاء ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اختلاف الذي بعده في سورة الأحزاب هنا يا أحباب عند الإمام حفص وتظنون بالله الظنون إذا وقفنا عليها نثبت الألف لكن إذا وصلناها فإن الألف تسقط يعني عند حفص أقرأ عند حفص إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون الظنون هنالك. لكن عند الإمام شعبة يقرأ بإثبات ألف وسطا ووقفا فيقرأ وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. أرجو أن تكون واضحة. في قوله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم يقرأ شعبة لا مقام لكم وإن بيوتنا عورة يقرأ إن بيوتنا عورة ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. تمام؟ رئل في قوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف يقرأ شعبة يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. مبينة عند الإمام حفص ومبينة عند الإمام شعبة. طيب بيوتكن يقرأ بيوتكن وهنا بيوتكن أيضا يقرأ بيوتكن. في قوله ترجي من تشاء يقرأ ترجئ 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 بإبدال الياء همزة مضمومة. بيوت النبي يقرأ بيوت النبي. هنا الرسول والسبيل والظنون كلها مثل الظنون كما تحدثنا قبل قليل. قلنا الإمام شعبة يثبتها وصلا ووقفا فيقرأ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. عند شعبة يثبت ألف وقفا عند حفص يثبتها وقفا ويعني يزيلها وصلا تسقط وصلا. تمام. الاختلاف بعده في قوله في سورة سبأ
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم عند الإمام حفص. ويقرأ الإمام شعبة أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. رجز أليم عند الإمام حفص، رجز أليم عند الإمام شعبة. طيب هنا قوله أو نسقط عليهم كسفا من السماء، يقرأ الإمام شعبة أو نسقط عليهم كسفا من السماء. في قوله ولسليمان الريح، يقرأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. تمام، ولسليمان الريح، لقد كان لسبأ في مسكنهم، يقرأ شعبة لقد كان لسبأ في مساكنهم آية ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. طبعا يا أحباب ممكن أن نطبق الإشمام للدلالة على الحركة، يعني هنا ضمة ممكن إذا وصلنا بنجيب الضمة، لكن إذا أردنا أن نقف ممكن نطبق الإشمام لكي ندل على أن هذه ضمة وليست فتحة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يقرأ الإمام شعبة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة، يحشرهم يقول عند الإمام حفص، نحشرهم نقول عند الإمام شعبة، أجري مرت معنا والغيوب مرت معنا، إن أجري إلا وعلام الغيوب بالكسرة. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، فيقرأ شعبة وأنى لهم التناوش، تمام، بإبدال الواو همزة. سنقرأ سورة فاطر ونختم إن شاء الله. أول اختلاف معنا في سورة فاطر كلمة فرآه، من يعرف كيف نقرأ فرآه حسنا؟ يا أحباب أفمن زينا؟ ما أستهم. تفضل أستاذ أحمد. أفمن زين له سوء عمله فرئه حسنا. ممتاز جدا، لماذا رئه؟ لأن بعدها ضمير أو حرف متحرك، تمام؟ فسقناه إلى بلد ميت، يقرأ يوم شعبة فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بإسكان الياء. ثم أخذت الذين كفروا، يقرأ يوم شعبة ثم أخذت بإدغام الذال في التاء. لؤلؤة مرت معنا أيضا، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، يقرأ الإمام شعبة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولؤلؤ لؤلؤ، تمام، بإبدال الهمزة الأولى وون ساكنة. فهم على بينة منه، يقرأ الإمام شعبة أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه، على الجمع. طيب هذا يا أحباب ما أردنا أن نتحدث عنه اليوم، نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة من سورة ياسين إلى سورة الإخلاص بإذن الله عز وجل. المحاضرة القادمة ستكون آخر محاضرة في يعني الاختلافات بين حفص وشعبة. إلى هنا يا أحباب، هل عنده سؤال؟ لا. طيب بارك الله فيكم أحبابنا، جزاكم الله كل خير. نختم. الله يجزيكم خير يا سيدنا. جزاكم الله خير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ. نختم يا أحباب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.